عندك ولد بيتخبى وبيعمل أشياء تثير الفضول؟ بتحاولي تتجسسي عليه حتى تتأكدي إنه ما بيعمل غلط؟ بتمسكي موبايل بنتك وبتراقبي كل التطبيقات لأنك مالك واثقة فيها؟ كتير منيح إنك اخترتي هذه الحلقة لتحضريها، لأنك رح تلاقي 5 اقتراحات وأساليب جديدة لترفعي ثقتك بابنك أو بنتك وتعلميهم المراقبة الذاتية. هالحلقة هي ضمن سلسلة غرس القيم عند الأطفال، أقدمها لكم أنا نورة نحاس. حكينا بالحلقات السابقة عن كيفية غرس قيمة الصدق والأمانة، وصار الوقت نحكي عن قيمة المراقبة الذاتية، لأنها بصراحة شاملة لكتير من القيم يلي رح نتدرج فيها بالحلقات القادمة بإذن الله. ويلا مع بعض لنبدأ بالاقتراحات لتدريب الأبناء على قيمة المراقبة. أولاً، كتير مهم نعرف السبب أو الدافع يلي بيخلي أولادنا يتخبوا منا ويعملوا أشياء ممنوعة. بعض الأسباب بترجع لقسوة الأهالي في فرض السيطرة وتشديد العقوبات، فبيفضل الولد الابتعاد حتى يتجنب الإهانة أو العقوبة. والبعض بيحول جلوسه مع الأولاد إلى جلسة من المحاضرات والوعظ، وأحياناً إلى استهزاء وشتم وانتقاد دائم، فكمان الولد رح يختار الابتعاد حتى ما يعرض نفسه لمشاعر الاحتقار والحرج. لذلك أول خطوة لعلاج هذا المرض هو إزالة الدافع قدر الإمكان. ثانياً، عدم مراقبة الولد لله سبحانه وتعالى دليل على عدم فهمه لصفات الله وأسمائه، والعلاج الحقيقي بيكون برفع الإيمانيات عنده قدر الإمكان. مثلاً نعمل جلسة يومية نحكي فيها عن اسم من أسماء الله، أو نحضر شي كرتون أو قصة أو درس حسب عمر الطفل، وليكن الموضوع بالجلسة العائلية المسائية بعد العشاء عن اسم من أسماء الله وصفاته. مع الوقت رح تصير عادة، وخاصة إذا جاوبنا على أسئلة الأولاد أثناء وبعد الجلسة. وإذا ما قدرنا نجاوب نبحث مع بعض عن الإجابة حتى ترتوي عقول الأبناء بالأجوبة الشافية. ثالثاً، المراقبة الذاتية ما بتتفعل عند الأبناء ما دام الآباء والأمهات بيقدموا لهم نموذج للتحايل والخداع. فإذا أردت أن تزرع بولدك المراقبة الذاتية، حاول قدر الإمكان تساوى عندك السر والعلانية، واحكي بصوت عالي أمامه عن أنه رقيبك هو ربك وليس الناس والمجتمع، وإياك تورثه يلي ورثناه من آبائنا وأمهاتنا، هذا الموروث اللي بيخلينا دوما نتصرف منيح بس لأنه الناس يرضوا عنا، ولما نكون وحدنا منكون براحتنا. 4. القرآن هو دستور كل المسلمين، من المفيد جدا ندخل أحاديثنا كلها فيها آيات وأحاديث تتكلم عن اللوح المحفوظ ووجود ملائكة يكتبون ما نقول وما نفعل، مثل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونشرح للأولاد أو لبعضنا كوالدين معاني هالآيات حتى تترسخ بعقول أولادنا ويتربوا عليها، لأنه بصراحة كتير من الأهالي بيتأخروا كتير ليشرحوا العقيدة ومعاني الآيات للأولاد، وبيكتفوا بس بالتحفيظ والتلاوة، وهذا خطأ شائع ياريت ننتبه له أكتر. 5. الأمر الأخير والأجمل، كل إنسان على سطح الكرة الأرضية عنده شعور بالفضول للغيب واستشراف الأشياء الحلوة والسعيدة، فما في أحلى من أنه نحكي عن الجنة الخالدة يلي كلنا متشوقين إلها، نحكي لأولادنا عنها بأنه ربنا سبحانه وتعالى وعد بها من كان من أهل الإحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فما في داعي للتجسس والمراقبة الشديدة واقتحام الخلوات. اتركوا للأولاد الفرصة ليراقبوا أنفسهم بأنفسهم ويجربوا الشعور بالحرية ليدوقوا معنى أنه هو رقيب نفسه، مو خايف لا منك ولا من غيرك. صدقوني إذا جربتوا هالاقتراحات رح تلاقوا نتائج مبهرة، لكن مثل العادة لازم وقت طويل وصبر وطولة بال وما نستعجل النتائج. هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، وسعادة تامة أتمنىها لكم ولأبنائكم، ولكم مني السلام.